الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع كورس تعلم الفوتوشوب في 24 ساعة إن شاء الله مع مصطفى مكرم. في البداية طبعا بنكمل مع بعض إن شاء الله دروس تطبيقية، والنهاردة هنشتغل على فكرة ديزاين الإعلان. تعالوا نشوفها، بس في البداية طبعا إن شاء الله، طبعا اللي قدامي ده باقي 15 يوم إن شاء الله و8 ساعات و49 دقيقة 21 ثانية على صدور إن شاء الله كل إصدارات أدوبي سي إس 5، اللي طبعا هيبقى من ضمنها فوتوشوب، برنامج اللي احنا نتعلم عليه. وإن شاء الله طبعا هوافيكم بالجديد بإذن الله، اللي نازل فعلا في تطورات رهيبة. فاحنا في انتظار إن شاء الله. يلا نبدأ درسنا بإذن الله. طبعا احنا إن شاء الله هنشتغل، هنعمل فكرة إعلان بالشكل ده. هي فكرته ايه؟ فكرته ان انا ساعات بشوف صور، الصورة عبارة عن ارقام او كتابات زي ما احنا شايفينها كده. طبعا في البداية الواحد كان بيقول ازاي تتعمل، و دي معمولة ببرنامج ايه. طبعا كل حاجة في الصور تقدر تعملها على الفوتوشوب عادي بكل سهولة، بس هي الحكاية انك ازاي تشغل دماغك انك تعملها. هي دي كل الفرق ما بين اي مصمم ومصمم تاني، ان ازاي اقدر اوصل للفكرة اللي انا هعمل بيها التصميم بتاعي. فتعالوا نشوف دي عملناها ازاي. نقفل ده. طبعا دي الصورة اللي احنا هنشتغل عليها. قلنا طبعا لما بنيجي نشتغل لازم اول حاجة نعملها نفتح مساحة العمل بتاعي عن طريق فايل نيو او كنترول ان من الكيبورد، وانا هختار من الويب، مقاس الويب هختار 1024x768. طبعا الريزولوشن بتاعي هشتغل 300، خليني على ريزولوشن عالي. بيكسل لكل انش هشتغل ار جي بي. طبعا انا عامله اعلاني هيتعرض على شاشة او هيتعرض على ميديا، انما لو هشتغل طباعة طبعا هشتغل سي ام واي كي. واقول له اوكي. كده فتح مساحة العمل بتاعي. اول حاجة طبعا انا عايز الأرضية بتاعتي تبقى لونها أسود. أنا عندي اللون الأسود تحت هنا في الباك جراوند كولر. قلنا بنضغط من الكيبورد كنترول زائد باك سبيس، أو بختار، عارفين طبعا التول بتاع الجريديانت، في عندي اللي هي البنت بيكر، بس البنت بيكر بتاخد اللون اللي فوق هنا. يعني أنا لو ضغطت دلوقتي هتاخد اللون الأحمر اللي موجود فوق. أول اختصار اللي في بتاعها Alt Backspace بيجيب لي اللون اللي بيبقى موجود فوق هنا. تمام كده. طبعا انا في البداية عايز اكتب التكست اللي هتاخد عليه شكل الصورة. طبعا لما قلنا ناخد تكست او هنعمل تكست، نختار حرف التي او او اختصاره تي من الكيبورد. وطبعا عندي هنا اي تول بختارها بيظهر لي الاعدادات بتاعها فوق. انا عايز اغير لونها لان هنا الباك جراوند اسود واللون بتاعي فوق هيبقى اسود، فانا اختارها ولتكن ابيض. وبعد كده بكتب فور من. طيب نجيب التكست كده. التكست بحس انه بعيد عن بعضه. ده لان كنت انا مغير في الاعدادات هنا. في طبعا هنا بيبعد لك المسافة ما بين السطور لما بيبقى فيه اكتر من سطر وهنتعامل معاه النهاردة، وهنا بيبعد لك المسافة ما بين الحروف في التكست بتاعي. بخليها زيرو. تمام. بس انا مش عايز اعمل مسافات، فانا بعلم كده وبعمل ديليت علشان اشيل المسافة اللي ما بين الكلام، لان انا مش عايز فراغات ما بين الكلام. وبقربها كده، بعمل كنترول تي علشان اصغر شوية، يا اما بعمل التي واختار اداة التكست بتاعي وبصغر عن طريق الارقام، بكتب الرقم اللي انا عايزه خليها مثلا 10 وبحطها في اول الشكل كده. لا كبيرة، صغرها شوية. طب تعالوا نغير الفونت، ناخد فونت عريض شوية عشان يبقى شكله كويس معايا. نختار اريال بلاك، اريال بلاك
هختار من هنا بلاك بولت، هيبقى بالشكل ده معايا. وطبعا بالسهم في الكيبورد بقدر احرك اي لاير موجودة قدامي في مساحة العمل، وبعد كده بختار اداة التكست وبحطها في وسط الكلمة، وبعمل كنترول ايه عشان يعمل لي سيلكت، بلاقيه يظلل لي الكلمة كده، واعمل كنترول سي وبضغط اند من الكيبورد، وبعمل كنترول في وبفضل اعمل كده. طبعا انا اغير المحاذاة بتاعت التكست بتاعي علشان يجي من الشمال لليمين. وبكمل عادي كنترول في بتاعي زي ما احنا شايفين كده. طيب بعدين انا خلصت كده السطر خلص معايا، بقوم عامل تاني كنترول ايه، باخد بقى كوبي للسطر نفسه، كنترول سي اند وبضغط انتر، وبعدين بعمل في بلاقيه ينزل لي كده، وبعد كده بعمل انتر في انتر وكنترول في انتر كنترول في. ممكن اعمل كنترول ايه احدد كله سيلكت، وبعدين اعمل اند وبعدين انتر في بكل سهولة، اعمل تاني كنترول ايه كنترول سي اند انتر في وادي الفي. طيب انا كده خلصت مليت الصفحة بتاعي او مساحة العمل بتاعي بالتكست اللي انا عايز الكلمة او الصورة تاخد الشكل بتاعه. بقوم عامل ايه بعد كده، انا شايف في مسافات كده عايز اضيق المسافات دي، بعمل تكست برضو، وبروح على التولز بتاعتي. لما بضغط على الشكل الصغير ده بيفتح لي التولز او من قائمة ويندو، بختار اللي هي الشابتر، نصغر نخليها شايفين بيقرب من بعض ازاي، نخليها ولتكن 5.2 5.5 8 تمام كده. وبعد كده بعلم علامة صح واضغط انتر من لوحة الارقام، لان الانتر الكبيرة اللي في وسط الكيبورد دي بتعمل لي بتديني سطر تاني لتحت. تعال نشوفها، يعني لما بضغط كده واعمل انت، لما بضغط انتر الكبيرة اللي هي في نص الكيبورد بيعمل لي مسافة، يعني بينزل لي للسطر اللي بعده، انما لما بضغط الانتر الصغير بيعمل لي اوكي، تبقى done او اوكي. طيب لو انا مثلا شغال على اللابتوب بيبقى في زرار اسمه فن اللي هو اف ان، بضغطه بضغط عليه مع انتر بيديني نفس الكنترول بتاع الانتر اللي موجودة في لوحة المفاتيح اللي في لوحة الارقام تمام. او لو ما فيش خالص بضغط صح، بلاقي في الاوبشن فوق بلاقي علامة صح بقول له اوكي تمام. انا كده خلصت الشكل زي ما انا عايزه. طيب هعمل ايه تاني؟ طبعا انا عندي اللاير دي اللاير تكست، انا عايز احرر اللاير دي علشان اقدر اتعامل معاه، لان لاير التكست بتبقى محكومة شوية. يعني مثلا لما اختار تول زي الجريديانت بلاقيه شايفين طلع لي علامة كده اللي هي ما ينفعش انك تطبق عليها التول دي. وطبعا في تول كتير ما بينفعش تطبقها تكست دي. طب اعمل ايه عشان احول لاير التكست بتاعي للاير عادية اقدر اشتغل عليها؟ بعمل عليها كليك يمين ريستلايز تيب، بلاقيها اتحولت قدامي بالشكل ده وحرف التي اتغير. طبعا ده بقدر اعمله مع اي لاير انا عايز احولها، بحولها عادي بالشكل ده. طيب هعمل ايه تاني دلوقتي؟ هقلل الاوبستي بتاعي شوية. طبعا الاوبستي يا اما بقلله من هنا يا اما من اللوحة اللي فيها الارقام في الكيبورد. عندي لما بضغط رقم 1 الاوبستي بتاعي بيبقى 10، بضغط رقم 2 الاوبستي بيبقى 20، 3 30، 8 80، 90، لما بضغط 0 بتبقى 100. انا مثلا هضغط 1 من الكيبورد هيخلي الاوبستي بتاعي 10%. وبعد كده بعمل كنترول تي من الكيبورد وبعمل روتيت او بعمل دوران للتكست بتاعي وبحركها كده،
اكبرها بالشكل ده، لو ضغطت زيرو هلاقي الشكل قدامي بيبقى عامل كده. تمام، نرجعها 10 تاني. طيب هعمل ايه تاني دلوقتي؟ هجيب الصورة بتاعتي، هاتي الصورة مفتوحة، اسحبها كده واسحب الصورة وبحطها في المكان اللي انا عايز الصورة تبان فيه، اكبر الصورة بتاعي كده. تمام، طيب هعمل ايه تاني؟ هعمل كنترول، هضغط كنترول من الكيبورد وبعد كده هضغط على الصورة بالماوس، وبعد كده هحدد اللاير اللي فيها التكست وباخد كليك يمين كوبي، وانا مختار التول اللي هي الريكتانجل، اخد كوبي بلاقي طلع لي الشكل ده. لما بضغط زيرو عشان يظهر لي الاوبستي 100% بلاقيه بالشكل ده. طيب هعمل ايه تاني؟ هختار ارجع تاني لللاير بتاعت الصورة واعمل لها كنترول الت جي علشان اعمل لها ماسك تدخل جوه التكست بتاعي اللي احنا شايفينه. طيب انا عايز في حز كده حاد شوية، عايز اشيل الخط اللي قاسم الصورة ده، بحدد اللاير بتاعت الصورة مع اللاير اللي احنا عملناها ماسك جواها الاتنين مع بعض، بضغط كنترول علشان احدد اكتر من لاير مع بعض او الغي التحديد عن لاير. يبقى ايه؟ يبقى انا لما بحب احدد اكتر من لاير بعمل كنترول علشان واختار بالماوس اللاير اللي انا عايز احدده. طيب انا عايز ادمج اللايرين دول في بعض، يعني اللايرين دول عايزهم لاير واحد، بعمل كنترول اي من الكيبورد بلاقي اللايرين بقوا لاير واحد، وبالتالي بقدر اتعامل معاها بكل سهولة. ازاي؟ ممكن اعمل عليها ماسك، قلنا نختار الجريديانت واختار التاني اختيار، دايما بيبقى يا اما ابيض يا اما اسمر وبيبقى نصه شفافية. طيب انا عايز اغير لون، انا عايزه اسمر، بضغط كده بضغط على المربع اللي بيظهر لي فوق في الاوبشن تول بار وبختار، بضغط ضغطة واحدة هنا بيطلع لي الكالر، بختار اللون الاسمر وبعد كده بضغط علشان اعمله بالشكل ده. تمام لحد كده الحمد لله ما فيش اي مشاكل. طيب تيجوا نشيل الزيادة اللي موجودة هنا دي. طب هشيلها ازاي؟ ما اشيلها عادي بالاداة الارث بتاعي او الممحاة، بمسحها عادي خالص بكل سهولة براحتك، عايز تشيلها شيلها، مش عايز تشيلها حسب ما انت شايف التصميم قدامك محتاج منك ايه. انا عادي سواء سبتها او خليتها مش هتبقى ظاهرة قوي، بس انا بحب يعني ايه، انا خلي بالي من شغلي قوي، ما خليش اي فيه عيوب حتى لو بسيطة. بالظبط كده، كده شكلها افضل بكتير. طيب تعالوا نعمل عليها كنترول ام، طبعا احنا فاكرين مع بعض كنترول ام بيعمل لي كيرفز اللي هي بقدر اتحكم في نحدد اللاير الاول، لان طبعا انا كنت كده مختار الماسك كده، انا بختار اللاير بتاعتي واعمل كنترول ام، شايفين بقدر افتح واغمق الصورة زي ما انا عايز خليها ولتكن كده كويس. ممكن اختار كمان brightness and contrast، اختار بالظبط اعملها بالشكل ده. تمام، واقول له save. واحفظ العمل بتاعي، بعد كده بكتب بقى التكست بتاعي اللي انا عايز اعمله، هكتب مثلا good وبختار الفونت اللي انا
عايزه. اختار مثلا الفونت ده، اوكي كده. طيب زي ما قلنا انا عايز مثلا الون اجزاء من الكلمة دي، بعملها ازاي؟ طبعا قلنا علشان اختار مثلا الماجيك تول واجي اختار كده، بختار اي جزء انا عايزه، اختار اكون مثلا اللون برتقاني واقول له كنترول باك سبيس. بس للاسف هلاقيه مش هيلون معايا. ليه؟ لان انا عندي اللاير بتاعي لاير تكست زي ما قلنا. علشان اقدر اعمل الحركه اللي انا عملتها دي لازم اقول له ريستلايز تيب، وبعد كده اختار تاني. طبعا لما بختار اكتر من حرف بضغط شيفت من الكيبورد علشان اختار اكتر من حرف مع بعض، وبعد كده لما بقول له كنترول باك سبيس عشان يجيب لي اللون اللي موجود تحت في الباك جراوند كولر، بلاقيه لون لي من غير اي مشاكل. ده الفرق ما بين اللاير العادية واللاير التكست. طيب نكتب ايه تاني؟ نكتب مثلا ستايل. زي ما احنا شايفين كده كتبنا كلمة ستايل، انا عايز اديها لون برتقاني. طالما هلون الكلمة كلها مش لازم اقلب اللاير بتاعي، اخ ممكن اخليها تكست عادي واقول له كنترول باك سبيس، هلاقيه لون لي اللاير بتاعي. او ان انا لما بختار اداة التكست وبحدد بختار من هنا اي لون انا عايزه. تمام. طب انا عايز اكبر المسافة ما بينها، قلنا طبعا من الايكون دي بقدر اكبر المسافة ما بين الحروف بأي شكل أنا عايزه، وبعدين أقول له انتر واختار الموف تول بتاعي وأجيبها بالشكل ده كده. طيب أنا عندي ايه في التصميم التاني؟ عندي فورمن بنفس الطريقة. تعالوا نعملها مع بعض. فور طبعا علشان انا عامل مسافة ما بين الحروف في التكست اللي قبله، فهو اوريدي على طول بياخد نفس الاعدادات. برجعها تاني لزيرو علشان ما يعمليش اي مسافة ما بين الحروف، وبختار الاريا. خلي بولد تمام كده، وبعدين بعمل كنترول تي واكبر الكتابة اللي عندي. طيب انا عايز اقص فور عن من، انا اقدر اعملها كل كلمة في تكست لوحده بس انا عايز اقصها. بعمل كليك من ريستلايز تيب، وبعد كده بختار الريكتانجل واحدد كلمة فور واقول له كليك يمين كات، يعني اقطعها لي من الكلمة التانية. وطبعا بشتغل عليها كنترول تي عادي، بصغرها تاني خالص مفيش اي مشاكل. احطها ولتكن هنا كده. تمام كده، وبكبر كلمة مين شوية. ونفس اللي عملته مع الصورة هعمله مع اي كتابات اي حاجة. ان انا بضغط كنترول وبضغط على اللاير بيعمل لي سيلكت حوالين اللاير، برجع تاني لللاير بتاعتي اللي فيها التكست في الارضية وبختار الريكتانجل، وبعدين بقول له كليك يمين خد لي كوبي من الارضية دي. وبالتالي انا لما بخفي الفور دي بروح هنا بخلي الاوبستي بتاعها 100%، بضغط زيرو من لوحة الارقام بلاقيها ظهرت معايا بالشكل ده. برضو نفس الموضوع بعمله مع من، بحددها كده وبعد كده بروح للأرضية واختار rectangle او ام من الكيبورد، وبعد كده بعمل layer copy مش قط عشان ما يقطعهاش من الأرضية، واقول له زيرو علشان يبقى بالشكل ده قدامي مثلا اخليها. وطبعا بقدر اتعامل مع layer دي عادي خالص، بكل سهولة عادي كأنها أي لاير عادي.
اقدر اغير في لونها، اقدر اعمل عليها جريديانت، اقدر اعمل عليها تدرج لوني، اقدر اعمل عليها اي حاجة انا عايز اعملها. تمام. طيب انا عندي هنا في الديزاين بتاعي كمان عامل شريط كده مكتوب فيه كلمة من. اعمله ازاي؟ انا طبعا مش مختار كلمة من بالظبط، انا عاملها من الارضية بتاعتي. بعمل ايه؟ بعمل ريكتانجل، هنا. تمام، بقرب شوية كده. طيب الريكتانجل بتاعي جه كبير شوية، انا لو عملت كنترول تي هيقول لي لا، لان انا مختار لاير وهو مش واخد حاجة منه. طب انا لو اخترت مثلا اللاير دي، طبعا هو اول مرة لما عملت كنترول تي قال لي لا، ليه؟ لان انا واقف على لاير من، والريكتانجل بتاعي ده مش واقف على اي جزء منها، فبالتالي هو واقف على فراغ. انما لما هختار دي اي لاير دي واقول كنترول تي، شوفوا ايه اللي هيحصل معايا، هلاقيه قطع لي من اللاير بتاعتي وصغرها. بس انا مش عايز اعمل كده، انا عايز اعمل ترانسفورم للسيلكت بتاعي. بس بخش على سيلكت واقول له ترانسفورم سيلكشن كده. كده لما باجي اصغر، حتى لو انا مختار اي لاير، هو بيعمل لي ترانسفورم او السيلكت بتاعي على على السيلكت بس. طبعا بصغر كده لحد ما اوصل للحجم اللي انا شايفه مناسب، وبعد كده بضغط انتر برضو من لوحة الارقام. طيب بعمل ايه تاني؟ نفس الفكرة بالظبط، بختار الريكتانجل عادي واعمل، انا واقف طبعا على اللاير بتاعت التكست، باخد منها لاير كوبي وبقفل القفل بتاعي، وبديها لون، بديها كنترول باك سبيس، بديها لون برتقاني. بس اللون البرتقاني مش ظاهر عندي ليه؟ لان اللاير دي واخده نفس الاوبشن بتاعت لاير التكست، واخده اوبستي 10%. بضغط زيرو من الكيبورد بلاقيها ظهرت معايا بالشكل ده. وبكده احنا خلصنا درس النهاردة. طبعا بعمل سيف، وبكده احنا خلصنا الدرس بتاع النهاردة. يا رب يكون الدرس بسيط، ومنتظر تطبيقاتكم ان شاء الله. وطبعا في النهاية انا لما بخلص الديزاين بتاعي بعمله سيف از، بختار من هنا، لاحظوا معايا سيف از مش سيف، سيف انا عاملها عشان احفظ الملف بي اس دي، انما لما بعمل سيف از بحفظه كصورة. اختار مثلا امتداد جي بي جي واقول له سيف، وبيطلع لي البانل دي، هي طب ممكن تبقى قليلة كده، بخليها 12 واقول له اوكي. كده يبقى انا حفظت الملف بتاعي او حفظت الشغل بتاعي صورة بكل سهولة. يا رب يكون الدرس وصلوك كويس. تحياتي لكم ان شاء الله، انتظروني مع الدرس الجاي. مصطفى مكرم.